بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم بناء على طلب من بعض الحبايب، رح نحكي فيه عن نبات أو عشبة الحنظل، فوائده ومحاذير ومخاطر استعماله والكمية المناسبة وكيف نتصرف في حالة التسمم به. من أسماء الحنظل الرق البري، الحدج، العلقم، التفاح المر أو الشرق. وتسمى بذور الحنظل بالهبود أو الهبيد، نبات عشبي حولي زاحف معمر يتبع الفصيلة القرعية، وهو من الأشجار البرية، والحنظل من النباتات الشديدة المرارة، ويضرب به المثل فيقال أمر من حنظل. يفترش الأرض وأوراقه خشنة، يخرج من تحتها خيوط تلتف على النباتات والأوراق القريبة منه لتثبته بالأرض. يشتد نموه في بداية الخريف وتخرج الأزهار وهي صفراء بها 5 بتلات، وثمرته كروية الشكل خضراء بحجم تفاحة أو برتقالة متوسطة ذات لون مخضر مخطط ببياض قبل النضج، ثم تتحول إلى اللون الأصفر، والثمرة ملساء تحتوي على لب إسفنجي، وهو الذي يعزى إليه التأثير المسهل القوي، ويعتبر الحنظل من أقوى المسهلات على الإطلاق، كما يحتوي على عدد كبير من البذور حوالي 200 إلى 300 بذرة بين اللب الإسفنجي. يستعمل من نبات الحنظل جميع أجزائه، إلا أن المادة المستعملة في تخطيط سكر الدم هي البذور، وبالأخص غلاف البذرة المعروف بالقسطرة، ويمكن التخلص من مرارة بذور الحنظل بغسلها عدة مرات بالماء والملح، وكان العرب يأكلون حبه بعد أن تذهب مرارته أو يضاق حتى يخرج منه زيت، ويضاف إليه بعد ذلك الطحين ليعمل منه عصيدة، ولا يؤكل إلا عند الجوع حيث يسبب الإسهال عند الإكثار منه. ينمو الحنظل في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب إفريقيا ووادي النيل، ويتواجد نبات الحنظل أيضا في دول الخليج العربي وفي الصحارى بالجزيرة العربية، وخصوصا على طريق الطائف القديم. له العديد من الاستخدامات والفوائد، بالإضافة إلى العديد من الأضرار التي يجب الحذر منها عند استعماله بكميات كبيرة. ندعوكم للتعرف على كل ذلك بعد الفاصل. عرف العرب منذ مئات السنين أهمية نبات الحنظل، وقد ورد ذكره في المراجع القديمة، فقال عنه ابن سينا: زيت بذور الحنظل يفيد علاج المفاصل وعرق النساء دهانا، وشحمه يسهل البلغم شرابا، نافع لداء الثعلبة والجذام، ورقه الغض يقطع النزيف ويحلل الأورام، نافع لأوجاع العصب والمفاصل والنقرس. يمزج أصله أي جذوره مع الخل ويتمضمض به لأوجاع الأسنان، وكذلك يستعمل بخور البذور لآلام الأسنان، وإذا طبخ مع الزيت ينفع أمراض الكلى والمثانة، وهو من أنفع الأدوية للدغ العقرب طلاء، وهو يقطع نزف الدم ويشفي الجذام وداء الفيل والأورام والبثور وآلام المفاصل، ويصلح للبواسير. هنا ينتهي كلام ابن سينا. وقال عنه ابن البيطار: ورق الحنظل يقطع النزف، نافع لأوجاع العصب والمفاصل وعرق النساء والنقرس، ويسهل البلغم الغليظ، وهو أنفع الأدوية للدغ العقرب، ويجب الاحتراس من الإفراط في تناوله لأنه مسهل شديد. أما داود الأنطاقي فقال عنه: الحنظل يسهل البلغم بسائر أنواعه، ينفع من الفالج أي الشلل وعرق النساء والمفاصل والنقرس وأوجاع ظهر شرابا وضماضا إذا دلكت به القدمان أو الركبتان، ويشفي الصداع والاستسقاء، ويستخدم منه لب ثمرة الحنظل والأوراق والسيقان وزيت البذور وجذوره. وهنا انتهى قول داود الأنطاقي. ولا زالت الأبحاث تثبت أهمية هذا النبات وفوائده الدوائية والعلاجية، نذكر منها: يعمل زيت الحنظل كمسهل، حيث يمكن إضافة كمية صغيرة من
لب الحنظل إلى كوب من الحليب أو الماء ثم يشرب منه، ويستخدم أيضا كمدر جيد للبول عن طريق تناول كمية بسيطة منه. يعد علاج فعال وسريع لإضغاث الحشرات عن طريق غلي سيقانه في الماء ثم يشرب منه بعد ذلك. ويستخدم زيت بذور الحنظل لعلاج القروح الجلدية والبواسير عن طريق دهان المنطقة المصابة به، وله دور فعال في علاج الحكة والهرش، كما يستخدم كعلاج للحروق، ويعد علاجا قويا للأمراض الجلدية وخاصة لمرض الثعلبة والجذام والجرب. كما يستعمل زيت البذور في علاج الجرب عند الحيوان، ويقتل الحشرات العالقة بجلود الحيوانات والمواشي الزراعية والطيور المنزلية والحيوانات الأليفة، ويعمل أيضا كمادة طاردة للحشرات بشكل عام. ويستخدم زيت الحنظل لعلاج الالتهابات التي تصيب الثدي، ويعمل كعلاج قوي للبثور والأورام. كما يستخدم لعلاج فقر الدم، ويمكن فرم أوراق الحنظل واستخدامها في وقف نزف الدم، ويعد علاجا قويا لمرضى السكر، فهو يعمل على خفض مستوى السكر في الدم بطرق مختلفة، ويعمل كعلاج فعال لألم الأسنان عن طريق طبخه مع الخل ثم يستخدم كمضمضة. يستخدم أيضا كمضمضة للسان، ويسهل خلع الأسنان ويخفف الشعور بالألم، ويمكن أيضا استخدام بخور البذور لعلاج آلام الأسنان، وهو مفيد أيضا لعلاج النقرس وأوجاع العصب، ويعالج طنين الأذن عن طريق طبخ سيقانه وأوراقه مع الزيت. ويستعمل منقوع الحنظل كغسول للعين حيث يقتل البكتيريا والفطريات الموجودة بها. ويمكن وضع ثمرة الحنظل على المكان المصاب بالروماتيزم لتخفيف الآلام، وذلك عن طريق تطبيق لبخات من الحنظل على المنطقة المطلوب علاجها، ويتم ذلك بعد القيام بشواء ثمرة الحنظل على النار، ومن ثم برشها ووضعها ساخنة على المكان المراد معالجته. ويعالج أيضا آلام الظهر عن طريق شربه، ولأنه يحتوي على مواد تذيب حمض البوليك يستخدم أيضا لعلاج الروماتيزم، ويعد علاج قوي للالتهابات وأورام العظام. وعادة يؤخذ الحنظل مع حب الهان أو اللي هو حب الهيل أو القرنفل، فبإضافة أحد هذه المواد يساعد على تسهيل تناوله ويخفف من المغص الذي قد يتسبب به، وذلك للاستفادة من خواصه العلاجية. وتستخدم ثمار الحنظل أيضا في علاج الحمى، وتعمل على طرد الديدان من المعدة والأمعاء، ويعمل على تنقية الدماغ، ويشفي الصداع، ويخلص الرأس من الألم تماما، ويسهل عملية التنفس، ويعد علاج قوي لأمراض الصدر، ويعمل على التخلص من البلغم عن طريق شرابه، ويساعد أيضا في علاج أمراض الكلى عند طبخه مع الزيت، ويعالج اضطرابات الكبد والمرارة، وأخيرا يقال أنه يعالج مرض السرطان. أما فوائد الحنظل للشعر، فهو يمنع زيت الحنظل تساقط الشعر، ويعمل على تأخير ظهور الشيب ويكسبه اللون الأسود. له دور فعال في علاج القشرة التي توجد في فروة الرأس، ويعالج مرض الثعلبة والقمل الذي يصيب الرأس. ويمكن تحضير زيت الحنظل في المنزل باتباع مجموعة من الخطوات، حيث تنقع حبة الحنظل بزيت الزيتون، وذلك بعد تقطيعها أو دقها قليلا، ووضعها في كيس نايلون مدة يوم كامل إذا كانت الحبة جافة، ثم توضع حبة الحنظل المغمورة في الزيت في قدر وتسخن على النار دون الوصول لدرجة الغليان، وذلك مرة واحدة كل يوم ولمدة 3 أيام. بعد ذلك تترك حبة الحنظل في الزيت مدة 15 يوم، ثم يتم تصفية الزيت والحصول على زيت الحنظل جاهزا للاستخدام. ما هي الكمية المناسب تناولها من نبات الحنظل؟ يعتمد تناول الجرعة المناسبة من نبات الحنظل على عدة عوامل، مثل عمر المستخدم وصحة المستخدم والعديد من العوامل والشروط. وليست هناك دراسات علمية تؤكد أو تحدد الجرعة المناسبة التي ينبغي أن يتناولها المستخدم لنبات الحنظل، فمن المهم أن يلجأ المستخدم قبل تناول نبات الحنظل إلى استشارة طبية من قبل طبيب الأعشاب، أو قراءة الملصق على المنتج إذا كان نبات الحنظل معلبا وموجودا في الأسواق، فلا يتناوله الشخص دون معرفة سابقة للكمية اللازم تناولها.
كيف يستخدم الحنظل؟ تغلى الثمار في الماء بعد تقطيعها ويشرب هذا المغلي، أو تترك الثمار في الظل فترة كافية حتى تجف تماما، ثم تطحن وتستخدم كمسحوق، وتستعمل بذور الحنظل أيضا كغذاء وللتسلية بعد معالجتها والتخلص من مرارتها. طبعا تكلمنا عن الفوائد، لكن ما هي محاذير استخدام الحنظل؟ المحاذير والأضرار من استهلاك نبات الحنظل. ينبغي عند تناول نبات الحنظل معرفة الأضرار الناتجة عنه أيضا، وعدم الاكتفاء فقط بالفوائد. فمن أضرار نبات الحنظل، طبعا يجب استخدام الحنظل بكميات معتدلة، لأن الإكثار منه يؤدي إلى تهيج المعدة والأمعاء، فهو يعد من المواد السامة، لذلك يجب غسل المعدة بسرعة لتنظيفها من آثاره. وفي حالة التسمم بالحنظل يجب اتباع الآتي: يجب غسل المعدة لإخراج ما فيها بأسرع وقت، ثم يعطى المتسمم بعد الغسل جرعة من صبغة الأفيون إن وجدت عن طريق الفم أو الشرج، ثم تتبع بأحد المنبهات وأكل طعام غني بالمواد الهلامية. قد يؤدي استعمال الحنظل بكميات كبيرة إلى حدوث إسهال وقيء شديد. يجب ابتعاد المرأة الحامل والمرأة المرضع أيضا عن استخدام نبات الحنظل، لأنه ضار جدا عليها، وينصح باستشارة المختص قبل استخدام نبات الحنظل، لأنه أحد أنواع الملينات، ومن الممكن أن تؤدي هذه الملينات إلى خفض نسبة البوتاسيوم في الجسم، وهذا له تأثير ضار على صحة الإنسان. وللحنظل الأسود أضرار كثيرة جدا، لذلك يجب الابتعاد عنه واستخدام الحنظل الأبيض بكميات مناسبة. وعند تناول كميات كبيرة من الحنظل يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي والبول الدموي وعدم القدرة على التبول، ويؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالتشنجات. حبايبنا، هذا هو موضوع الحنظل باختصار. ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع. للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو، وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.